نبدأ مع حضراتكم الآن بأهم الأخبار. الرئيس السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب فيها عن دعم بلاده لمحددات الموقف المصري في التعامل مع قضية سد النهضة. خلال جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية، رئيس الوزراء يناشد المواطنين بانتهاز فرصة تقنين المخالفات، ويؤكد أن الدولة حريصة على مساعدتهم في تقنين أوضاعهم. مصدر أمني يؤكد أن حقيقة واقعة العاشر من رمضان هي مشاجرة بين باعة جائلين من ذوي الخلفيات الجنائية بأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف. تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالمحاكم الابتدائية حتى 26 من سبتمبر المقبل. وزارة الصحة تعلن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة.